رحموا مر الضحية رحموا مر الضحية وفي التعويض خدم قيام أجل الكرامة ناضي 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 أجل الكرامة ناضي. جينا اليوم تنفيذا القرار ديال الحركة على تنفيذ مجموعة من الوقفات على المستوى ديال الصعيد الوطني التذكير وإتمام البرنامج النضالي اللي سطرناه قديما 2007 إلى يومنا هذا من أجل أننا نخرجوا الممرض المغربي من القوقعة اللي راه فيه ونخرجوا من هذا الحيف الخطير اللي كيتعرض له على المستوى ديال القوانين. وحيف خطير جدا حكم أنه من التجليات دياله أنه كيوصلنا مجموعة ديال الممرضين للقضاء مباشرة للسجن بحكم غياب قانون واضح ومنظم للمهنة. ما فهمناش حنا لأن ربما في هذا المغرب كيعتبرونا وقيلا شي حرفة جديدة عاد اكتشفنا هنا في المغرب مع العلم أن مهنة قديمة مهنة نبيلة قديمة مؤطرة على المستوى الدولي وعندها قوانين ديالها وعندها هيئات دولية ديالها وما عرفناش حنا الدولة علاش لحد الآن مازال ما خدات هذا القرار ديال أنها تقنن هذه المهنة كما هي مقننة في جميع دول العالم وكما كاينه محترمه وكالناس كتقدرها وكتجللها في جميع دول العالم الا في المغرب لان كنحسوا براسنا حنا منسيين مهمشين لا على المستوى ديال العمل لا على المستوى ديال القرار ولا على المستوى ديال الامكانيات الماديه او الرواتب اللي كنتقاضاوها. لذلك زائد ان الخرجات ديال الوزير زادت بينت لنا على اساس اننا مازالين الطريق طويل في النضال لان كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزاره كانت لهم واحد الخلفيه فئويه كان نقصي من هذا من هذا من هذا الكلام الوزيره الاستقلاليه ياسمين بادو لان كانت دارت واحد المجموعه ديال الخطوات من اجل انها تعاود البناء ديال القطاع ديال وزاره الصحه لكنها فشلت بحكم ان اللوبيات كانوا اقوى منها. والممرض المغربي دابا لحد الان كل التضحيات اللي كيقدمها المجتمع المغربي حد الان مازال ما خداش خطوات جريئه على المستوى ديال النضال لاننا حنا كنبقاو ديما كنقولوا بان المواطن المغربي هو اللي كيتحمل التداعيات لا الاضرابات ديالنا ولا ديال الخطوات النضاليه ديالنا. وكنتمناو ان المجتمع المغربي يكون ياخذ العبره من هذا الدرس ديال كوفيد ديال كورونا ويفكر جليا على اساس انه راه هذا نضال مجتمعي هذا نضال ديال الجميع من اجل قطاع الصحه يعطي الكرامة للمواطنين. جاءت الوقفة تنزيلا لمخرجات البيان الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب، جاءت تأكيدا على مطالبنا المتمثلة في المطالب الخمسة وهي معروفة منذ سنة 2007 باتت معروفة للعادي والبادي والوزارة بدورها تعرف ذلك، وجاء تأكيدا واستنكارا لخرجة الوزير الأخيرة وتنكره لدور الممرض في كونه الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة والصف الأول دائما في العمل سواء قبل الجائحة أو أثناء الجائحة أو بعد الجائحة. خرجت الوزير الأخيرة جاءت تنكرت لتضحياتنا التي انخرطنا في الميدان بدون شرط بدون أدنى شرط انخرطنا جميع الممرضين في جميع أنحاء المملكة لم نتلقى أي تحفيز معنوي أو مادي ولا ننتظر ذلك. نحن فقط نطالب بحقوقنا المشروعة هي ليست هبة ستعطى لنا بل هي حقوق مشروعة لنا لم تعطى لنا. نؤكد على استمرار النهج النضالي التصعيدي مع الوزارة إن لم تستجب لمطالبنا المشروعة والعادلة ونؤكد على أن الخرجات القادمة إن شاء الله ستكون بشكل أقوى وبشكل لا نريد أن نصل إلى مشاكل أخرى أن تتفاقم مشاكل أخرى في الميدان لكن الوزارة لم تترك لنا حلا لذلك. ونحن عند انخراطنا في هذه الأزمة لم نساوم بالمريض ولم نساوم بصحة المريض بل انخرطنا على حسابنا ونؤكد على استمرار النهج النضالي وإلى لقاء آخر إن شاء الله. هذا الشيء حضرنا منه كثيرا كثير شيء على المستوى ديال الشمال كان سوء تدبير خطير. عندنا مسؤولين شنقول عليهم
ماشي في المستوى، يعني بهذا الكلام هذا ربما هو كلام شي شويه جارح، وانما في الدول المستوى لا في التدبير ديال الازمه ولا في التدبير ديال القطاع الصحي سابقا، وقع لنا مشاكل ونضالات ولحد الان مازالين في نفس الدوامه. احنا لحد الان مازال المندوبيه بدون مندوب، وحتى المندوب اللي كان بدون فاعليه، مسؤولين في المستشفيات يتركون الامور على عواهلها كان الفيروس قد انتهى، كان كوفيد مرحله ومرت. وهذه كاين مجموعه ديال الاشياء داخله في سوء التدبير وسوء استغلال الوظيفه والوظيفه الصحيه، اللي هي كتؤدي ربما في كثير من الاحيان ان الناس كتزهق الارواح ديالها بالاهمال، بعدم تقديم الاليات والادوات ديال العمل الصحي والعمل الجاد من داخل القطاع ديال الصحه. وكنقولوا بان خص المحاسبه تكون، لان الا ما كانتش المحاسبه في القطاع ديال الصحه فين غنعملوا حنايا مستقبلا؟ فساد عارم في قطاع الصحه، سوء تدبير. ما كنتمنى ان تكون شي التفاته قويه لهذا القطاع هذا، وجميع الشرائح ديال المجتمع المغربي معنيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.